بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب التاسع من الكتاب الرابع والأربعين، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، وساق فيه نحو من 40 حديثا كلها بأسانيد صحيحة تثبت الحوض. فالحوض متواتر من حيث الخبر، وهو أصبح من عقائد المسلمين، فلا يستطيع انكره أحد. يجي لك مفكر بقى يجي لك يقول لك النبي ملوش حوض، حاجة غريبة. يقول لك أصل ما فيش في القرآن كله من أوله لآخره إن النبي ليه حوض. تقول له إن أعطيناك الكوثر، يقول لك أصل الكوثر ده ممكن يبقى الكثير من الفضائل. فاهم؟ يعني يتلامط بقى، ما هو مفكر. وإذا كان مفكرا يكون مبتدعا، لأن لابد أن تفكر في حدود النصوص ولا تفكر خارج النص. إن فكرت خارج النص صرت مبتدعا. لابد أن تفكر داخل النص لا خارج النص، والنص والقرآن والسنة. فهم؟ وبالتالي عندنا في صحيح مسلم نحو من 40 حديث يثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يشربون منه بيده صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 18 بعد 106,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم. لا أنازعن أقواما يعني إيه؟ يحاول أن يأخذ أقوام تبتعد عن الحوض. ينازع فيهم يعني يحاول أن ينزعهم من البعد عن الحوض، فيغلب عليهم. لأن ربنا يقول له إيه؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك، سيبهم لا ترهق نفسك معهم. فيقول سحقا سحقا. ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي أصحابي. فدل على أنهم من إيه؟ من طبقة الصحابة. هذه الرواية تدل على أن الذين يزادون عن الحوض من طبقة الصحابة وليس ممن يأتون بعدهم. وذهب العلماء على أنهم هم الذين ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، وقل من العلماء ذهبوا إلى أنه معاوية ومن وقف معه ضد سيدنا علي، خصوصا الشيعة ذهبوا إلى هذا التأويل. قالوا هم معاوية وأتباعه وكل من خالف سيدنا علي بن أبي طالب، ولكن نحن لا نحب هذا التأويل، نفضل التأويل الأول، وهو أنهم هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أنت مش عارف. يبقى هنا إيه؟ استفهام تقريري يقرره أنه يعرف، فكيف يحاول أن يستخلصهم إلى الحوض وقد علم ما أحدثوه؟ فهم؟ ولكن على غالب النبي أنه يغلب عليه جانب الرحمة، حاول بالرغم معرفته أنهم فعلوا ما فعلوا إلا أنه كان يحاول أن يشفع فيهم لعل الله
يعني يغفر لهم، ولكن الله أراد ألا يغفر لهم هذا الأمر وأن يعاقبهم هذه العقوبة. فلما علم النبي مراد الله قال سحقا سحقا. يبقى لا تدري ما أحدثه بعدك ليس نفي الدراية، ولكن إثبات الدراية على سبيل إيه؟ النفي التقريري. يعني كانوا بيقولوا أولا تدري ما أحدثه بعدك، بدليل إيه؟ حديث عرض الأعمال، تعرض علي أعمالكم، فيبقى كانت معروضة عليه. يبقى ليس نفي مطلق الدراية، ولكن هذا من باب إثبات الدراية على سبيل النفي. زي مثلا ما إيه تبقى عارف إن إنسان عق بأبيه، يعق أبيه، ثم مثلا يحدث له أمر فيه ابتلاء شديد، مرض شديد أو حادثة أو بتاع، تقوم تقول للتاني اللي عارف القصة، تقول له وانت مش عارف كان بيعمل ايه في ابوه؟ فهمت؟ يبقى ده معناه ايه؟ انك انت بتشهده على حاجة وعارف. فهمت؟ وكثير موجود هذا في لغة العرب. لكن يجي لك الوهابية يقرروا ما ذهب اليه ابن تيمية، ان حديث نفي الدراية يدل على ضعف حديث عرض الاعمال، ويعتبروها ان هي ايه؟ مناقضة لبعضها، فيقدموا حديث نفي الدراية على حديث عرض الأعمال ويضعفوا حديث عرض الأعمال، وباقي الأمة بتعمل الحديثين، لأن نفي الدراية هنا نفي تقريري وليس نفي مطلق على حقيقته، يعني نفي مجازي وليس نفي حقيقي. فهمت؟ للجمع بين الروايات، وإعمال الدليلين أولى من ايه؟ نفي احدهما وتعطيل احدهما. فاللي بيعرف كتب ابن تيمية زي الجماعة الوهابية والسلفنجية كلهم التيمية دول ما بيقروش الا كتب ابن تيمية وكأنه هو رسولهم. واحنا بنعتبر ابن تيمية عالم من علماء المسلمين، وعلماء المسلمين كثر مئات الالوف، نقرا للكل، والنبي قال لنا اتقي زلة العالم، فتقرا لكل العلماء والعالم قد يخطئ وانا اتقي زلته وخلاص ونور رحمه الله. لكن لا، الوهابيه مش كده، عندهم ابن تيميه لا يزل ولا يخطئ، معصوم، ولم ينجب امه المسلمين عالم الا هو. شيء عجيب. والعجيب ان هم يتبعوا ابن تيميه اذا خالف الاجماع. كويس؟ يقولوا ان هم حنابله، ثم يتبعوا ابن تيميه اذا خالف احمد بن حنبل، ثم بعد ذلك إذا خالف غيره، إذا جاء ابن باز ولا ابن القيم خالف ابن تيمية يتبع ابن تيمية فيما خالف فيه، فإذا خالف ابن عثيمين ابن باز يتبع ابن عثيمين فيما خالف به ابن باز، وكأنهم يتصيدون الأمور الخلافية ويتبنوها. فأما الذين في قلوبهم إيه زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ويبقى دول في قلوبهم زيغ، فإياك إياك. فهمت بقى؟ إياك إياك. مفضوحون أينما ثقفوا، مفضوحون بجهلهم. فهمت بقى؟ وما وقر في قلوبهم من عدم توقير نبيهم بشؤم هذا وقعوا في هذا الخلاف. فافهم دي مهمة. يبقى فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقوم يقولوا إيه بقلة أدب؟ يقول لك جهل حال أمته، وينسبوا الجهل للنبي، يكتبوها كده بلفظ الجهل، ونحن نقول عدم الدراية، لفظ مؤدب. فهم؟ لكن هم يمتازون بقلة أدبهم عندما يتكلمون على نبيهم، وبتحريهم الأدب عندما يتكلمون على ابن تيمية وعلمائه. شيء عجيب، شيء عجيب. إياك إياك أن تقرأ في كتبهم المظلمة، أو أن تدل أحد على أن يقرأ فيها. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي بالتصغير هكذا، تدل على أنهم جماعة قليلة يعني.
وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش، وفي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل. وعن أبي قال وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة، يعني مسيرة شهر. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. قال له ما تكمل يا أخي، انت قلت الحوض، قلت طول الضلع، ما قلتش ما سمعتوش قال ايه في الأواني اللي موجودة على الحوض؟ قال له لا ما سمعتش، لأن ممكن يكون الصحابي النبي بيحكي الحاجة في القصة، يوم صحابي يجي في نصها فيحكي النص الأخير، صحابي تاني يقعد ويمشي أثناءها فيحكي النص الأول، وصحابي تاني يجي في الوسط ويمشي قبل ما يكمل فيحكي الوسط. وعلى شكرا عشان تعرف القصة لابد أنك أنت تسمع كل الروايات وتيجي ترتبها تلاقيه في الآخر تدي لك الصورة الكاملة. فهمت بقى؟ عشان كده قالوا ان زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة لانه قد علم ما لم يعلم غيره. واضح؟ وعن ابي قال وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرارة، زي احنا عاملين درس الوقت، مش في ناس لسه داخلة ما سمعوش اللي فات، مش كده بقى؟ فيجي يخبر اللي سمعه، واحد كان حاضر قبله يخبر اشياء هو ما سمعهاش مع انه حاضر المجلس، فيجوا يتكلموا بعض يقول له انت ما سمعتوش كان بيقول كذا؟ قال له لا ما سمعتش الا كده، لان الثاني ده سمع الكذا ده قبل دخولي هذا. فهمت بقى ازاي؟ مش يجي يقول لك اصلها روايات مضطربه، يجي لك المفكرين بتوع اليومين دول يقول لك ايه روايات مضطربه يا سيدي، دول جهله مش فاهمين الواقع ولا فاهمين كيف نقل السنه وكيف يفهم الناس عن علمائهم وكيف يحضرون المجالس وكيف ان هناك من يحضر ومن يغيب، وهناك من يحضر من اول المجلس الى اخره، والاخر يحضر جزء من المجلس، والكل اخبر بما سمع، والكل صادق. وعشان كده قالوا زياده الثقه مقبوله، ولم يعتبروها اضطراب. لم يعتبروا زيادات الثقات اضطراب، لماذا؟ لهذا الواقع المعروف. وعن ابي قال وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعره، قال حدثنا حرامي بن عماره، قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله، ولم يذكر قول المستورد وقوله اللي هو موضوع الأواني. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربة وأزرحة، وهي مدن، مدن برضو زي صنعاء والمدينة، وزي ما قال قبل كده عمان هيجي وهيقول أيلة وهيقول عمان، كل دي مدن عشان يبين الطول، يعني أنه طويل، حوض طويل، لأنها يشرب منها أمة هي أكبر الأمم يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني يكون الله يصلح بالكم قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم، يعني يوم القيامة، يبقى أمامكم يعني في مستقبل الأيام، يعني في يوم القيامة، إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأزرحة،
وفي رواية ابن المثنى حوضي. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، وزاد قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام، يعني كأن واحد بيقول إيه جربة وأزرح دول، فقال له قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي حديث ابن بشر 3 أيام. وعن أبي قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جربى وأزرحا فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، يعني نجوم السماء في الليلة المصحية، المصحية يعني التي لا غيمة فيها، لأن الليلة التي لا غيمة فيها تشوف نجوم أكثر. قلت قال والذي نفس محمد بيد لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية، يعني كأنه يعني في الليلة المصحية يعني التي لا غيم فيها آنية الجنة، والآنية دي آنية جاية من الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه مذابان من الجنة، يعني في أطراف هذا الحوض يشخب يعني يسيل يقطر، يشخب يسيل فيه مذابان من الجنة، كأن اللي بيملاه المذاب، المصريين يقولوا عليه المزراب، مذاب والمزراب عند المسلمين اللي هو عبارة عن الماسورة التي توضع في سقف بيت مثلا حتى يتجمع ماء المطر فينزل منها، ده يسموه المذاب، زي مذاب الكعبة، يشخب فيه مذابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، يبقى مربع متساوي الأضلاع، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، عمان دي موجودة في الأردن معروفة، إلى أيلة، وأيلة معروفة إيلات، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أبي قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظه متقاربة قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشرب أهل اليمن الأول، أذود الناس استنوا لما يجوا أهل اليمن، ودي برضو إيه كرامة كبيرة، والأنصار من اليمن، الأنصار من اليمن، يبقى هم أهل تهامة الذين نصروا النبي وسبقوا إلى الإسلام وآووه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين كرامتهم يعني في هذا اليوم، يعني الناس عايزة تيجي تهم تشرب يقولوا استنوا شوي لما يجوا دول وفد كبار الزوار دول اللي يدخل منه بقى الأنصار وأهل إيه وفود اليمن الذين صرعوا الإسلام إيه بلا قتال ولا عناء
ولا ذنب في النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لبعقر حوضي، يعني في وسط حوضي، أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. يعني ايه يساوي الناس كده؟ عشان ايه يدخل الناس دول الاول؟ حتى يرفض عليهم، يعني ايه؟ يعني يتساقط عليهم ويشربون منه، يعني زي ارفض عرقا في البراق، يعني تساقط منه ايه العرق، يعني في سكر البراق قال ارفض برضو عرق، مش كده؟ يبقى حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي الى عمان، وسئل عن شرابه. عمان اللي هي عاصمة الاردن الان، معروفة مدينة عمان. فقال من مقامي الى عمان، وسئل عن شرابه فقال اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، يغث فيه مذابان. يغث يعني يشخب في الرواية الثانية، يدفق. يغط بالتاء. يغط فيه مذابان، يعني يدفق فيه دفقا دائما متتابعا، ادي معنى يغط. مذابان يمدانه من الجنة، احدهما من ذهب والاخر من ورق يعني فضة. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان، وعن قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. وفي روايات قال منبري على حوضي، مش كده برضه؟ منبر النبي اللي في المدينة في مسجده، قال منبري على حوضي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال وسمعته أيضا من شعبة. فقلت انظر لي فيه، فنظر لي فيه فحدثني به. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجماحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. وعن أبي قال وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريدن علي الحوض رجال ممن صاحبني، أو ده دليل أنهم من جيل الصحابة، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي رب أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وزاد آنيته عدد النجوم. وعن أبي قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وعنه به قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شكا فقال: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي. اللابة اللي هي الأرض اللي فيها حجارة سود، وعشان كده المدينة كانت إيه يقول لك ما بين لابتيها، يعني فيها صخور سوداء كده إيه بركانية. ما بين لابتي حوضي يعني ناحيتيه يعني. وعن به قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال: قال أنس بن رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وعنه به قال: واحنا قلنا ان الذهب والفضه لا يجوز استعماله اواني، ده في الدنيا من ذهب الدنيا وفضه الدنيا، اما ذهب الجنه فمباح ويوم القيامه انتهى التكاليف. واضح. وعنه به قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. وعن أبي قال: حدثني الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر عن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكتب إلي إني سمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شمالي يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وده يدل على أن الملائكة تقاتل مع المسلمين في الحرب بقوة البشر لا بقوة الملك، ولو بقوة الملك سيدنا جبريل ده يدردك الأرض كلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يقاتلوا بقوة البشر الشجاع يعني، فاهم؟ لأن لو كانوا بقوة الملك ما كفاية ملك واحد، ده طرف جناح من جناح سيدنا جبريل قلب قرى قوم لوط خلاها بحيرة طبرية، وهي أغوط حتة في الأرض، أغوط حتة في الأرض هي المنطقة اللي هناك، سموها الغوط من كتر ما هي نازلة تحت سطح البحر ب 4000 متر، كل ده بطرف جناحه. يبقى ايه ده؟ يدلك على ان الملائكة اذا نزلت تقاتل مع المسلمين تقاتل معهم بقوة البشر الاقوياء. حتى ليه بقى؟ لانه لو كانوا بقوة الملك يكفي واحد، لكن الملائكة تريد ان تتشرف بالدفاع عن النبي، فيقوم ينزل بقى سيدنا جبريل وينزل معاه ايه باقي الملائكة ليتشرفوا. فهمت بقى؟ فايما شرف طبعا ان هم يقاتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عنه. وده ايضا الحديث ده فيه كرامه كبيره لسيدنا سعد بن ابي وقاص، حيث انه راى الملائكه واخبر.
لانه لما راى رجلين لا يعرفهما سال النبي قال له ايه؟ قال له ده جبريل وميكائيل. فدي برضه كرامه كبيره لسيدنا سعد بن ابي وقاص. وعنه به قال: وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا سعد عن ابيه عن سعد بن ابي وقاص قال: لقد رايت يوم احد عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد. يبقى هو شاف بيقاتلوا قتال الرجال مش قتال ملائكه بقى. لو ملائكه انتهت تتحسم على طول في لحظه. يبقى بيقاتلوا قتال الرجال. لأن الله لما قال النبي والله يعصمك من الناس يعني يعصمك أن يقتلوك حتى تبلغ. فالعصمة متعلقة بقتله وليست متعلقة بمطلق الإيذاء. فالنبي أوذي كثيرا كسائر الأنبياء حتى يكون قدوة وأسوة لأمته إذا أوذوا. باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب. فمعروف أن النبي هو أشجع الناس. الصحابة الكبار الشجعان كان يقول لك ايه؟ كنا نتقي برسول الله، اذا حمي الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي اشجع الناس، ولولا انه اشجع الناس ما كلفه الله ان يقاتل منفردا. قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. يعني النبي مكلف ان يقاتل منفردا وليس له ان يتراجع مهما كثر العدد امامه. انما امته لها ان تتراجع لو كان العدد اللي امامها اكثر من الضعف امته، لكن النبي لا يتراجع ولو امامه الارض جميعا. قال له كده، قال له هقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. فالنبي شجاعته معلومه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو الربيع العتكي وابو كامل واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس. ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت وهو على فرس لابي طلحه عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا او انه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. في ليله شديده الظلمه في المدينه وكان في اخبار في المدينه ان هناك عدو يريد ان يجتمع ويجتاح المدينه، يعني كانت في اخبار بتقال. ففي ليله في شده الظلمه سمعوا صوت في وسط الليل يعني مرتفع جدا. فخرج اهل المدينه الرجال يستطلعوا هذا الصوت فوجدوا النبي جاي لهم من جهه الصوت سبقهم. وايه؟ وراكب على فرس عري يعني بلا سرج. فرس عري يعني بلا سرج. ولا يستطيع ذلك الا افرس الناس على فكره. ان يركب الفرس بلا سرج دي عايزه يعني واحد من ايه؟ من الفرسان المهره. فكان النبي في الفروسية أمهر الناس. لا غرو فإن أبيه إسماعيل هو أول من ركب الفرس وروضه. كان الخيل ده حيوان مفترس غير مروض لحد ما جاء سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم هو أول من روضه للناس. فسيدنا رسول الله كان من أفرس العرب صلى الله عليه وسلم. فخرج منفردا صلى الله عليه وسلم الى الصوت في ليلة مظلمة. على ما خرج الناس كان النبي راح استطلع ورجع. فقال لو لم تراعوا لا تخافوا. ولقوا معلق السيف على رقبته صلى الله عليه وسلم. وراكب الفرس عري. العجيب ان الفرس ده كان فرس لابي طلحة. كان رابطه على البستان اللي قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا يصلح للجري. يعني كان عنده عيب خلقي. يسموه فرس قطوف، قطوف يعني ايه؟ يعني رجليه تلف حوالين بعضها كده لما يجي يمشي. عنده مرض خلقي، عيب خلقي. فكان ابو طلحه رابطه على البستان بتاعه لانه ما بيستعملش.
وخلاص. فالنبي لما خرج ما وجدش الا الفرس ده عليه. النبي ركبه، بمجرد انه ركبه تغير الفرس وشفي، وصار من ايه؟ من اسرع الجهد. حتى لما شافوا النبي راجع على فرس ابي طلحه قالوا ايه ده؟ ده ما بيعرفش يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وجدناه بحرا، يعني واسع الخطى. وده كل ده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما زلنا وما زال الناس يعيشون فيها وبها. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لو واحد بقى رعديد يسمع الصوت يعمل إيه؟ يقول لقومه: روحوا شوفوا لنا إيه حصل، ويقعدوا. مش ده اللي حصل؟ لكن ده الرعديد كده وعنده من الخدم كتير بقى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش الحكاية، هو سمع الصوت سبق كل الناس، لدرجة على ما الناس خرجت تستطلع لقيته راجع، قال لهم ما فيش حاجة، مفيش حاجة، ما تخافوش. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ومعلوم أن النبي كان يرى في الظلام كما يرى في النهار، معلوم هذا من خصائصه في البصر، كان يرى في الظلام كما يرى في النهار سواء بسواء، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، يعني واسع الخطى. بتقولوا عليه فرس قطوف، ده طلع حاجة جميلة، يبقى بحرا يعني ايه؟ واسع الخطى. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حياة قال: وحدثني يحيى ابن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة. وفي حديث خالد عن قتادة: سمعت أنسا. وكان في فرس من أفراس النبي اسمه مندوب برضه، فقال: هو ده فرس تاني غير ده، ولا لما شفي هذا الفرس أهداه أبي طلحة للنبي؟ محتمل. لكن من ضمن أفراس النبي معروفة أسمائهم، تلاقي ايه من ضمن افراس النبي؟ مندوب. فهل مندوب ده هو ده بقى، ولا ده مندوب تاني؟ الله اعلم، تحتمل وتحتمل. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.